بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافة. اليوم كنعيش ليلة الأروقة الجديدة اللي عارفة مجموعة ديال المعارض التشكيلية، قاعة جوج ديال الشعبية طلال ديال الخطيبي، قاعة ديال مركب ثقافي ديال بلوسكي، كاين قاعة أخرى في أزمور. الجميل في هذه الليلة هو أن أولا كنفتتحوا فضاء جديد، قاعة جديدة ديال الفن التشكيلية في المركز الثقافي ديال بلوسكي، وهذه إضافة ثمينة جدا للمشهد الثقافي عموما في الإقليم، وهو الإضافة على مستوى فضاءات ديال العرض في هذا المركب، فضل المجهودات ديال الإخوان اللي كيصرفوا على تسييرو، ولا نافذة أخرى فتحات أمام المبدعين والفنانين ديال جديدة. فشكرا لهم على هذا المجهود اللي وعلى هذا الفضاء اللي يعتبر إضافة جميلة في المشهد الثقافي تاع جديدة، وشكرا كثيرا للفنانين التشكيليين اللي فعلا كانوا في الموعد، والعدد ديال المشاركين في المعارض كلها تقريبا وصلنا لـ 32 فنان، راه في الاجيال المختلفه، كاين الشباب، كاينين لي زوتوديداك، كاينين لي بروفيسيونيل، كاينين دي فام فوليي كي اون كومونس ا بانت او ا سادوني ا لا بانتور هذه 3 أو 4 سنين وعطاو المنتوج تاعهم. فهنيئا لنا هذه النوعيه اللي كيعرفها الفن التشكيلي في اقليمنا، وشكرا للمدعمين والمساندين اللي قدروا يخرجوا هذه الفضاءات ويوهبوها للمبدعين ديال المدينه. مساء الخير، مرحبا بكم في المركب الثقافي الجديده. نحن اكسبو كوميتي اريكولتور منظمين ديال واحد رواق ليله الاروقه بعنوان ليله الانوان بشراكه مع دار الزيدار. هذه الشراكه اللي بديناها هذا العام وكنتمنى تستمر. اليوم كان العرض ديال 25 فنانه وفنان اللي لوحه ديالهم تشكيليه، هي داخله في اطار البرنامج السنوي اللي كنصرنا على التنظيم ديالو. واليوم ما كاينش غير رواق الفن التشكيليه، كاين فن في الملحون والاندلسي مع شراكه مع جمعيه رشيد الهنتاتي. هي شراكات كنهدفوا من خلالها التنشيط الفني والثقافي بالاقليم جديده، واعطاء فرصه للفنانين والفنانات ولا حتى لهذا الشباب اللي عندهم اهتمام بالميدان الفني والثقافي، نعطيهم فرصه، نعطيهم الدعم، نعطيهم واحد عند كوت بوس باش يعطيو منتوج اخر جديد، منتوج اضافي، ونميو جميع هاد الملحق الفني والثقافي. كنتمنى ان شاء الله هذا البروغرام ديالنا، هذا البرنامج ديالنا السنوي اللي نبداو حنا في اطار التطبيق ديالو يلقى الرضا ديال جميع المتدخلين، يكونوا سند لنا، يكونوا عوين لنا، يكونوا انتقادات ديالهم حتى هي كتحفزنا وكتخلينا نعملوا اكثر، وتطور الجهود هو اللي كيخلي اي مشروع ينجح. ما كانش لونغاجمون ديال توت لي اسوسياسيون كولتور ولا ارتستيك راه ما كاين والو. النجاح ديالنا غادي نجحوا كاملين، وما غاديش نجحوا اللهم كنتمنوا نجحوا كاملين بتكاتف المجهودات، وشكرا للجميع. شكرا.